السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة القاطع للأسماء. نقدم لكم اليوم معنى اسم خليل في علم النفس. معنى اسم خليل: عندما يتم الشخص باسم خليل فيكون هذا الاسم له معاني جميلة تحمل هذا الاسم. فاسم خليل يعني الخل أو الصديق الوفي، وهذا الاسم أصله يكون منسوبا إلى الأصل العربي، وهو عبارة عن اسم علم مذكر، وهو اسما مشهورا ومعروفا منذ القدم، وله معاني كثيرة متعددة، منها الصديق، الصدوق، والودود، والمختص، والوفي. وأيضا هناك معاني أخرى لاسم خليل، وهو الولي. هذه الصفة كانت موجودة في النبي المختار سيدنا إبراهيم، فقد لقب بخليل الله، وتم دفن الخليل سيدنا إبراهيم عليه السلام في مدينة تسمى الخليل في فلسطين. وجمع اسم خليل هو أخلاء، ومؤنث اسم خليل خليلة. وهذا الاسم يكون من الأسماء التي تكون محببة من الكثير. ما هو رأي الدين الإسلامي في اسم خليل؟ يعرف اسم خليل بأنه اسم من الأسماء التي تمت تسميتها للنبي المختار من الله سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو خليل الله. وهذا الاسم من الأسماء التي يسمى بها الذكور، كما أنها من الأسماء المحببة في الإسلام، والتي لا تكون فيها حرج عند القيام بتسمية هذا الاسم. فاسم خليل يعني الرقة والعزوبية، والشخص الوفي والصاحب وقت الشدة. ولذلك فيستحب أن يقوم المسلم بتسمية هذا الاسم. هناك صفات متعددة ومتنوعة قد يمتاز بها اسم خليل، ومن هذه الصفات ما يلي: فالذي يسمى باسم خليل يكون من صفاته إنه شخص طيب القلب وصبور بشكل كبير، وإنه من الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية في وقت الشدائد والمحن الصعبة. وأيضا من الصفات المحبوبة التي يمتاز بها اسم خليل إنه من الأشخاص الذكية، والذي يتمتع بحسن التصرف في مواقف متعددة. أيضا من الصفات التي يتمتع بها اسم خليل إنه يمتاز بالكثير من النشاط والحيوية، ويحب التنقل والسفر من بلد إلى بلد. من الصفات التي يتمتع بها الشخص الذي يسمى باسم خليل إنه شخص خدوم بشكل كبير، وصديق وفي، وإنه يحب أن يقدم لكل ما يحتاجه دون مقابل. كما يمتاز الشخص الذي يسمى باسم خليل إنه شخص قيادي ومسؤول ويحبه الجميع. ومن الصفات التي يتمتع بها اسم خليل فهو من الأشخاص الطموحين والمجتهدين، كما أنه من الأشخاص الذين يصممون على النجاح بشكل كبير في حياتهم العلمية والعملية. أيضا من الصفات التي يتمتع بها الشخص الذي يسمى باسم خليل فهو من الأشخاص الصبورة الذين يتحملون الكثير من المتاعب والصعاب. ومن أوضح وأهم المميزات التي يتصف بها اسم خليل إنه يقوم ويحب مساعدة الآخرين سواء كبيرا أو صغيرا، وهو يكون من الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية، كما أنه يكون من الأشخاص الذين يحبون القراءة، وأنه أيضا كثير المعرفة والإطلاع. معنى اسم خليل وشخصيته: يعتبر اسم خليل من الأسماء التي تتضمن الأسماء العلم العربية، والتي تكون ذات تعبير عن صاحبها، كما أن معنى خليل يكون به كثير من الصفات الجميلة والمحبة والوفية لأصدقائه. كما يعتبر الأشخاص الذين يحملون اسم خليل يكونون أشخاص ذات رقى وتفهم للآخرين، كما أنه شخص منطلق ومحب الحياة. شكرا للمشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد لدينا من قناتنا المتواضعة. إعداد وتقديم حسام شاكر، ودمتم في رعاية الله وحفظه.